اذا ما لابلاج ديال اس في اللي كتسمى البلايا بلايا غادي نديرو واحد 360 درجه واحد الدوره ان تور دو 360 دغري اللي انتبهتو مزيان الرمال الذهبيه سابل دور لا سابل دوري بعد كاينين شويه باراسولات شي كراسي تما كاين واحد الباطو راه كيبان وكاين راس الحمول غير الباطو كاينين فاش من باطو راه كاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سات الباطوات كيبانو في لوغيزون اونتر لا لو بلو كلير و لو فونسي واحد لاباك دونك كندورو شوية على اليمين كيبان لينا الراس ديال سيدي بوزيد لا فاليز كيبان لينا داك الخليج تمايا كاينين الناس كيترينيو اكيد ان الصوت ديال المهاجم غيزعج شوية ولكن لكي لاحظ هنا واحد المنظر ديال لافتة فيها شاطئ المدينة كذا كذا التعليمات الاثنى عشر المستحيل داكشي اللي كنحتاجوه في الصيف ثم الامن او المخفر ديال الشرطة ديال ثم جرف سيدي بوزيد طبقة الرصبية ديالو التعاقب ديال طبقات كلسية وطبقات كنظن طمية دماغ حيت الصلصال اللي كنا كنقولو ليه الصلصال والمقاهي والمرافق الصحية وغير ذلك إلى آخره إذا كنضرب شوية بشوية هنا في الجهة وبعد الأشجار مع الصباغات باش ما نتعطلش بزاف اترككم احمد راه قربت ليك لا بغيتي تدخل في الصوره ما بغيتيش ارجع للور اذا تو الوجهه الشماليه مع الاسف باقي بعض المخلفات ديال الشريف و البوابة قاتلين واحد 30 درجة نقطة البداية اللي هي نقطة النهاية وتكتمل 360 درجة ما بغيتش نزومي لغاية في نفس السياق السلام عليكم.